في آب 2013 أصدر مصرف لبنان المركزي التعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو ستارتابس، معلناً بذلك ضخ مبلغ 400 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي اللبناني وتوفير بيئة حاضنة لهذا القطاع والحد من هجرة الشباب. هذا البرنامج يسلط الضوء على هذا القطاع التكنولوجي المهم والإنجازات العديدة للشباب اللبناني المستفيد من هذا التعميم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ستارت اب 331. الليله رح يكون لنا مقابله مع اوبر ورح نحكي بمواضيع كتير كبيره. اوبر مش بس هي شركه، بس هي اصلا مسؤوله عن شيء بيقولوا له بالعالم اوبرزيشن، يعني اير بي ام بي وغيره من الشركات اتبعت الموديل تبع اوبر. فخلونا نشوف الموديل تبع اوبر كيف بيشتغل وكيف رح ياثر للمستقبل. أعزائنا من البي دي دي، معنا حمدي طباع المدير الإقليمي لمنطقة دول المشرق العربي لشركة أوبر. حمدي مرحبا. أهلا وسهلا. Thank you على الاستضافة. Thank you لكم. أوبر شركة أغنى أن تعرف، ما بدنا نقعد نفوت إنه كيف تأسست وشو بتعمل إلى آخره، فهي مشهورة كتير، بس بدي فوت معك على مستقبل إذا بدك القطاع النقل وقطاع النقل الخاص. يعني هلا انتوا عم تعملوا تاكسيات بتمشي لحالها، وعم تعملوا تاكسيات على الكهرباء، وعم تعملوا فلاينج تاكسيز. هالشيء هيدا كيف بده ياثر على مستقبل العالم العربي اذا هلا كانت الدول العربيه عم ترجع بتخلق عن اول جديد او عم بتطور حالها اذا بدنا نحكي؟ بس قبل بدي احكي عن الاوبرزيشن فينومينون. يعني هلا اوبر خلقت شيء اسمه اوبرزيشن، يعني صار في كتير شركات بتعمل بيتبعوا نظام أوبر بس لمواضيع مختلفة غير النقل. فهيدي الظاهرة شو في إلها شيء جديد أنتوا بالنسبة لقلهم؟ كيف كان تأثير عليكم يعني لما أطلقتوها؟ أول إشي بدي أقوله إنه مزبوط، أوبر لما بلشت كانت عبارة عن كان بدنا نلاقي حل لقطاع النقل بالعالم. فمن قبل كان لما بدك تدور على سيارة بدك تطلع على الشارع وتلاقي سيارة تيجي تاخذك. بعدين obviously لما بلشت فكرة أوبر بلش مبدأ الـ on demand service، وصراحة هاي الشغلة الأساسية من وراء هذا الموضوع الـ on demand economy، إنه نحن وصلنا لعصر إنه الواحد لما بده خدمة تعود إنه يكون عنده application أو يكون عنده على تليفون أو بطريقة ما معينة يطلب الخدمة اللي هو بده إياها. فأوبر المثال الأول إنه أنت تطلب سيارة عن طريق الأبليكيشن، بس صراحة الموضوع ما بيوقف هون. بدي أخذ خطوة لورا عن موضوع إنه حكيت إنه القطاعات بشكل عام عم بتتوجه أكتر لموضوع الـ on demand economy، وهذا الحكي صراحة عم نشوفه عنا بأوبر. فمزبوط نحن بلشنا إنه بتطلب سيارة عن طريق كبسة زر، بس نحن already اليوم بلشنا نتوسع كماركت بليس لا يكون في خدمات تانية بتقدر تطلبهم، لأنه نهاية المطاف أوبر هي شركة تكنولوجيا، وهاي التكنولوجيا بتشبك واحد عم بيقدم خدمة مع واحد عم بيطلب هاي الخدمة. فمن أول كان واحد بده يطلب سيارة يشتخده من نقطة ألف لنقطة باء، بس نحن already اليوم دخلنا بشغلات تانية مثل أوبر إيتس. أوبر إيتس عبارة عن أبليكيشن برضو تابعة لأوبر، بتشبك مطاعم مع اللي بوصلوا الخدمة مع اللي بدهم يطلبوا أكل على البيت. فأنت بتطلع على الأبليكيشن وبتفتحها وبتنقي شو المطعم بدك تطلب منه وبتطلب الأكل وبيجيك لعندك على البيت، زي ما بتطلب سيارة وبتيجي بتاخدك مكان للتاني. هلا إحنا بلبنان في عنا مثل أون ليفري، في عنا في كتير يعني مثل أوبر إيت،
انتو كمان عندكم اوبر رش اللي بتوصل دوكيومنتس وبتوصل اشياء صغيره. مزبوط. ولكن ليش بلبنان ما اطلقتوه؟ ما بعرف اذا بالاردن اطلقتوه بس بلبنان ما اطلقتوا هالخدمه هيدي. مزبوط. نحن عاده اي خدمه بنطلقها بنبلش نعمل فيها تيستينج بالمدن اللي احنا اول شيء موجوده فيها. فاي خدمه جديده طبعا نتاكد انها خدمه منيحه للاثنين المستعملين، لانه نحن من نهايه المطاف مقدم الخدمه هو مستعمل التكنولوجيا وطالب الخدمه هو مستعمل التكنولوجيا. فمنجربها بالمدن اللي احنا بلشنا فيها، بنجربها بسان فرانسيسكو، بنيويورك، بلندن، بالمدن الكبيره اللي احنا متواجدين فيها، وشوي شوي بنصير نعمل رولينج اوت للبلاد الثانيه. فمثلا اوبر ايت اليوم صارت موجوده بدبي، بالرياض وبالقاهره. لبنان والاردن لا لسه ما وصلت للبنان والاردن، بس شوي شوي نحن بنكون عم نعدل على التكنولوجيا، بنشوف اللوكال كونتكست. بس نحن اللبنانيه اكلين يعني، في شغل. لا شغل 100% اكيد يعني. طيب بدي أسألك شغلة تانية على موضوع مثلاً أحد المنافسين الإقليميين لألكم بالمنطقة أو بلبنان أطلق، هو ما اسمه أوبر بس أطلق توصيل مثل تاكسي بس على سكوتر. مزبوط. على الموبيلات. وكمان عنده كيدز، يعني إذا في مثلاً عائلة بدها توصل أولادها على المدرسة مثل نوع من أوتوكار، بوصل أولادهم على المدرسة بأوقات محددة. كمان على الابليكيشن وبيتم الدفع اما شهري اما يومي اما اسبوعي. انتوا ما اطلقتوا هالشيء؟ شوف سؤال كثير مهم، وبصراحه بدي اخذ كمان خطوه لورا. المدير العام تبعنا السي اي او قبل فتره حكى انه وعمل تشبيه لاوبر بامازون، وصار يقول انه تتذكر لما امازون كان بس يبيع كتب وبعدين تحول لماركت بليس، انك فيك تطلب اي شيء اونلاين دليفري لعندك. فشبه هاي المرحلة بالمرحلة اللي أوبر فيها اليوم، إنه نحنا كنا بالأول بس تقدر تطلب سيارة تأخذك مكان للتاني، واليوم أوبر عم تتحول لماركت بليس لتشبك كل هدول الخدمات. وبالذات على السؤال اللي تفضلت فيه، إنه اليوم نحنا أطلقنا أرادي خدمة الموتور بالقاهرة وبلاهور بالباكستان. بس توصيل ولا بتأجره؟ لا هلا شوف، ما تنسى انه ما مو تاجير، وما تنسى انه هم الدرايفرز مو موظفين لدى شركه اوبر، اكيد هذا الموضوع بتعرفه. فمبدا اوبر انه هي بتوفر فرص عمل مرنه لاي واحد بده يستفيد من هاي التكنولوجيا. فهو بلاتفورم، واذا انا مثلا عندي سياره، عندي موتور، وفي سيرفيس موجوده على اوبر، انا بقدر استغل هاي التكنولوجيا واقدم هاي الخدمه. بس مثلا بمصر ما عملتوا هيك، بسان فرانسيسكو اشتريتوا الجامب. مزبوط. شركة مثل لوب عنا بلبنان، بلبنان في إلكتريك سكوترز اسمها لوب، موجودة بالبي دي دي، انت يمكن فاميليار فيها. يس اكيد. اشتريتوا شركة مثل لوب. صح. بمبلغ يمكن 200 مليون دولار اذا ماني غلطان، وصرتوا عم بتأجروا سكوتر، مش ما في حدا عم بيسوقها تيوصل. مزبوط. بس احنا ما بنملك الاكتوال سكوتر، لانه من نهايه المطاف هو للجامب. للجامب بالضبط. فطبعا مثل ما انا حكيت انه احنا هدفنا بالاخر انه نستغل هذا البلاتفورم اللي عندنا، انه نقدر نشبك ديماند مع سبلاي فور ا سيرتن سيرفيس. فبمصر اليوم اذا انت عندك موتور فيك تسجل مع اوبر وتصير انت توصل عالم، مش زي اوبر رش انه توصل بريد او شغلات معينه. لانه لاحظنا انه بمدن مثل القاهره ومثل لاهور في ازمه سير كثير خانقه. فبدك انت بدك توصل حل للناس، للمستخدمين، يكونوا هم بدهم اياه. فلاحظنا انه الموتور از ا جود اكزامبل، وصراحه عم تعمل نمو كثير منيح. عسيره العجله السير ببعض المدن بشكل عم بحكي بشكل عام مش اوبر بالتحديد، انه لاحظنا انه شركات مثل اوبر، يعني كان اوبر او غيره، بيساهموا بالاربن بلانينج، يعني خاصه بالتخطيط المدني، تيشوفوا انه وين اكثر شيء بيصير في عجقه سير. بس الداتا اللي بياخذوها بيج داتا من شركات مثل اوبر مثل ليفت وغيره. انتم هم بالعالم العربي عم بتساهموا باعطاء بيج داتا انه والله اكثر شيء عم بيصير في ضغط على هيدا الخط، هيدا الاوتوستراد، او هيدا الطريق، او هيدي المنطقه، او هيدي المنطقه؟ في هيك شيء تعاون بينكم بين حكومات او بلديات؟ صح. اطلقنا من جديد تكنولوجيا اسمها اوبر موفمنت، ونحن كاوبر صرنا اليوم موجودين باكثر من 600 مدينه بالعالم، باكثر من 78 دوله. فلاحظنا انه نحن بنقدر كثير نعطي قيمه مضافه للحكومات والدول اللي نحن موجودين فيها. فالهدف تبع اوبر موفمنت هو عباره عن تكنولوجي
اللي تستغل كل الداتا اللي عنا عشان توفر للحكومات aggregated trends وداتا مشان يستفيدوا منها على هذا الموضوع. فشيء بأي أوقات وبأي مناطق بالضبط، هي هدفها أنه تعمل visualization للحكومات أنه مثلا أنت عندك من هاي المنطقة لهاي المنطقة في أزمة سير كتير قوية، أو معظم الترافيك عم بيطلع بهاي الفترات من هاي المناطق لهاي المناطق، فبتقدر وقتها تساعد الحكومات أنها تنظم الحركة السير، تستثمر بإنفراستركتشر أنها تخدم المدينة بطريقة أحسن. فـ at the end of the day هاي تكنولوجي that complements الأفرت 70 حكومة، ونحن عم نوفرها للحكومات عشان يقدروا يستفيدوا منها. لساتها كتير جديدة، جربناها بأمريكا وحطيناها بأكثر من مدينة بالعالم، وأكيد eventually بدها توصل للدول كلها اللي احنا موجودين فيها. حمدي، موضوع شوي حساس، انتوا بتشوفوا حالكم كتكنولوجي كومباني ولا كتاكسي كومباني او ترانسبورتيشن كومباني؟ سؤال كثير مهم كمان. خليني اقول لك ليه نحن شركه تكنولوجيا مو شركه تاكسي. اولا اوبر ما بتملك ولا اي سياره بكل العالم. اوكي. اثنين، الدرايفرز اللي بيشتغلوا على تطبيق اوبر هم اصلا مو درايفرز موظفين، ونحن ما بنسميهم درايفرز اصلا، بنسميهم شركاء سائقين، بارتنر درايفرز، لانه نحن عم نوفر له هالتكنولوجي بالوقت والساعه والمكان اللي هو بده اياها. لما بده يشتغل فيه يفوت اونلاين على الابلكيشن وياخذ طلب، ولما ما بده يشتغل بيطلع اوفلاين. ففعليا هاي التكنولوجي موجوده وعم توفر فرص عمل مرنه لناس ممكن يكون عم بيعمل هاي الشغله بارت تايم. لا، حتى لو مثلا نحن ببيروت بس نتعامل مع سائقين التاكسي، فسائق تاكسي سائقين عموميين يعني. مزبوط. اذا واحد معه نمره خاصه ما بيقدر يكون، لا اذا واحد معه نمره خاصه حسب القانون اللبناني صح، لانه نحن برضه التكنولوجيا تبعتنا بتسمح لنا انه نكون تو ادابت للبلاد اللي نحن موجودين فيها. فمثلا ببيروت او بلبنان بالاحرى، اذا بدك تشتغل انت على هاي الخدمه لازم تكون سائق عمومي، معك دفتر سواقه عمومي وكل الشغلات تطلبها الحكومه. فنحن موفرين هاي التكنولوجيا لهدول الناس. طب هون في شغلتين. اول شغله انه من حوالي الشهرين نحن حطيناها بالبرنامج عنا بفقره الاخبار، انه الاتحاد الاوروبي طلع قرار انه اوبر منا شركه تكنولوجيا، هي شركه تاكسي. يعني فرض عليكم انه لا، انتم مش شركه تكنولوجيا، انتم شركه تاكسي. فهون عم نشوف انه لا، حكومات عم تضغط عليكم انكم ما تكونوا شركه تكنولوجيا، تكونوا شركه تاكسي. هيدي واحد. اثنين، انتم هلا اليوم عم تشتغلوا على اوتونوموس فيكم، يعني سياره ما فيها سائق، حتى ما فيها ستيرينج ويل، بتسوق منها لحالها. انا بطلب على الابلكيشن تجي السياره، بفوت على الكابن تبع السياره، ما فيها يعني مخصورة قيادة، يعني فيها بس ما قاعد بقعد فيها وبتاخدني على محل ما بدي روح. هيدي واحد. اثنين، عم تشتغلوا على اوبر يلي تنقل بالدرونز. طب هون عم نحكي، انت هلا عم بتقلي انه هدول السائقين العموميين هدول بارتنرز. طب بكره لما نصيروا عم تشتغلوا على اوتونومس فيكل وعلى فلاينج درونز، هدول الدرونز انتوا حتملكوهم، يعني صرتوا فعلا شركة تاكسي، او بلشتوا التكنولوجيا بس عم تتجهوا رح تصيروا شركة تاكسي، يعني بنهاية المطاف حتصيروا تاكسي. اوكي، رح اجاوبك عليهم اكثر من واحد لهم اسئله كثار. بس اول شيء رح احكي عن موضوع الاوتونومس فيكلز، وبصراحه انا بشوف انه هذا هو المستقبل. فالتكنولوجيا عم تتطور بالعالم، ونحن كشركه رائده بالتكنولوجيا بالعالم منضلنا نحن نحاول نطور التكنولوجيا ونطلع بشغلات جديده عشان نضلنا نحن ذا ليدرز ان ذا تكنولوجي بالعالم. فبالنسبه للاوتونومس فيكلز، نحن بلشنا نعمل تيستينج وبايلوتينج بامريكا، واكيد شفت على اكثر من شفت اشياء كمان، انه يعني صار معكم حادث من بالضبط. وعشان هيك هاي التكنولوجيا هذه جزء من تطور التكنولوجيا، يعني هو جزء من التيستينج اللي احنا عم نعمله. عشان هيك هاي ما انتشرت هلا بكل العالم لسه، لانه اتس نيو تكنولوجي ولازم نجربها كثير عبين ما نفتحها للببليك. بس بنهايه المطاف هذا هو المستقبل. هلا قد ايه بسرعه رح يجي على العالم العربي؟ سؤال وجيه. وبصراحه في كثير شغلات بتاثر على هذا الموضوع. اولا الانفراستراكشر تبع البلد، انفراستراكشر كثير مهم، لانه هدول التكنولوجيز بيعتمدوا على الانفراستراكشر اللي انت موجود فيه. فلتكون البلد مهيئه من ناحيه شوارع، من ناحيه انفراستراكشر، انه تشتغل هاي الاوتونومس درايفنج، اتس غانا تيك تايم، زائد عبين ما نحن نكون طورنا تكنولوجي كثير. اثنين، على موضوع انه هي عم بتبدل الدرايفرز، انا دائما هاي من وجهه نظري الشخصيه، انه من فتره
عشرات السنين لما صارت الاندستريال ريفولوشن، كثير ناس كانت يقولوا انه اجت الاندستريال ريفولوشن واجوا الماكينات وبدلوا العالم اللي كانوا عم يشتغلوا بالمصانع. مزبوط، في ناس خسروا وظيفتهم كعامل مصنع، بس في كثير فرص عمل ثانيه طلعت ما كانت موجوده ايام. فانا بتوقع انه نفس الشيء از جوينج تو ابلاي. التكنولوجيا رح ترجع تتطور، رح يصير في اشياء مثل اوتونومس درايفنج، بس رح ينخلق فرص عمل ثانيه بغضون هذا الوقت للناس تقدر تلاقي شغل ثاني يعملوا. يعني هل اللي عم تحاول تقول لي انه، او اذا انا عم بفهم من كلامك انه اللي عم تحاول تقول لي انه نحن اليوم شركه تكنولوجيا ورح نضلنا شركه تكنولوجيا، بس بالمستقبل كل هالاوتونومس فيكل لانه بدها حدا يقدر يعني سيستم يقدر تو مونيتور ايفريثينج ذاتس جوينج اون، فحيكون في مثل مركز قيادي مثل هيوستن يعني انه الفضاء والى اخره، وناس قاعدين على مونيتورز عم بيراقبوا شو عم بيصير اذا كله عم بيصير. فبعدكم شركه تكنولوجيا، هذا اللي عم تحاول تديه بالضبط 100%، انه نحن من هاي المطاف عم نستثمر بتطوير تكنولوجيا لتقدر تعمل هدول الخدمات. فوذر اتس اوتونومس فيكلز او درونز، نحن شاركنا بالاليفيت سمت هلا بشهر 4 بامريكا، وكان اول سمت عم نشارك فيه، وبرضه هاي واحدة من الشغلات اللي بنشوفها ممكن تيجي خلال 10 سنين الجايين. نحن وي كوميتد انتو تيستينج بال 2020 اول درون، بس طبعا بدها وقت كثير هالتكنولوجيا لتصير. ونحن كل وقت بدبي هلا بايلول رح تصير، هي بدبي بال 2020 نحن لا دبي هلا حيعملوها بالشركة الصينية. هلا جوجل داخل على الخط، صح كثير، وشركة صينية داخلة على الخط، بس هن حيبلشوها هلا 2018 بايلول، يعني صح حيصيروا بس اندر دبي سيفل افيشن. يعني يس انتم بال 2020 بامريكا ولا بالدول العربية؟ صعب هلا اعطيك جواب حسمي على هذا الموضوع لانها تكنولوجيا جديدة وقاعدين عم نشتغل عليها، ويعني نحن ما راح يصير اي شيء بابليك غير ليكون مجرب مزبوط. ما بعرف اذا نحن جاهزين لهذا الموضوع اليوم، بس حتى موضوع اوبر انه اطلب سياره وتجيك على الابلكيشن لما اجى على العالم العربي، انا كنت افكر انه قبل ما انا اشتغل مع اوبر انه هل العالم العربي جاهز لشغله زي هيك؟ نحن متعودين نرفع السماعه ونحكي تليفون او نوقف لواحد بالشارع، كيف الناس هل هم متعودين يستعملوا ابلكيشن ويكبسوا كبسه زر وتجيهم سياره؟ بس بتلاحظ انه التكنولوجيا كثير عم تمشي بسرعه، والعالم بغض النظر باي منطقه موجود الناس ار ادوبتنج تكنولوجي بسرعه. فبتوقع انه الناس رح تتمسك بالتكنولوجيا الجديده لانه هذا هو المستقبل، ونهايه المطاف هي عم تعمل افشنسيز اكثر بالحياه. فمثلا اوبر اليوم صارت رفعت من الافشنسي كثير، خلت انك تلاقي سياره تجيك خلال 4-5 دقائق. هذا الحكي الواحد ما كان يتوقعه من زمان، تكبس كبسه زر 4-5 دقائق تكون السياره عندك. فالحياه شو اللي عندكم انتم بتشوفوه برايورتي؟ يعني هل الفلاينج تاكسيز، ام هل الكتريك فيكلز، او هل اوتونومس فيكلز؟ انا بعرف اذا كلياتهم بيصيروا انه بالمستقبل كلهم حيصيروا يعني مع بعض، بس انه قد ايه شو اللي اكثر من هالثلاثه هذول، اي اكثر واحد تعطوه برايورتي؟ اظن هو الجواب مو جواب واحد انه برايورتي جلوبال، لانه كثير بيعتمد على اللوكال كونتكست بالبلد اللي احنا موجودين فيها. فممكن ببلد فيه الانفراستراكشر لشيء معين ما يكون موجود الانفراستراكشر لبرودكت ثاني. فاذا على مستوى لبنان عم نحكي، نحن البرايورتي هلا تبعنا ما عندنا كهرباء. كيف؟ ما عندنا كهرباء، فما فيك تشرج صراحة هلا البرايورتي تبعتنا بلبنان انه نحاول نخلي التكنولوجيا تبعت اوبر متوفرة لكثير ناس. فنحن لما بلشنا قبل 3-4 سنين كنت تفتح الابلكيشن تلاقي اوبر ببيروت وبالمنطقة اللي حوالين بيروت. بس هلا اذا بتطلع برات بيروت بتروح على مناطق بعبدة، المتن، كسروان، صرت فيك تلاقي اوبر. ف one of our priorities هلا بلبنان انه نقدر نوفر هاي التكنولوجي لدرايفرز ولا رايدرز برات مناطق بيروت انه يقدروا يستفيدوا منها. شو البنتريشن؟ يعني بتقول لك بصراحه انا عايش برات بيروت او ضواحي بيروت، اذا بدك انا من بيتي اذا بطلب اوبر بدها تقريبا ثلث ساعه على بين 20-45 minutes ليوصل لعندي. صح، بينما بالمدينه بطلبه less than 5 minutes بكون عندي. بالضبط، ونحن هدفنا انه توصل لمرحله انه حتى بالضواحي هدول اللي برا تقدر تلاقي اوبر in less than 5 minutes. and to do that نحن بنعرف ناس
انه عن اوبر اكثر من ناحيه رايدرز ودرايفرز، لانه حتى لو كثير ناس بيعرفوا اوبر بالمنطقه اللي انت ساكن فيها ما في كفايه درايفرز عم بيستعملوا اوبر، ما راح تلاقي سياره. فوظيفتنا انه نحن نوعي العالم عن اوبر كسائقين وكركاب مشان تتوسع الكفرج تبعت اوبر بلبنان بالضواحي للكل يستفيد من هاي التكنولوجي. حمدي اخر سؤال لحكيك شوي عن السوق المحلي. انا I'm an Uber user. I'm a heavy user حتى. بلاحظ انه معظم الأوبر درايفرز اللي بيطلع معهم هلا هن مثل ما قلت هن منهم الموظفين عند أوبر. فهن بيشتغلوا أوبر بيشتغلوا كمان لكمبيتيتور لكم. بيشتغلوا اثنين. وبعد انا بحكي معهم يعني بقول له انه كيف بيقول لي ايه ايام هيك ايام هيك بنضل فاتح هون اللي بيجيني طلب بالاول بياخذه. ف does this bother you؟ بصراحة لا. لانه اوردر ذس بتستعملوها لصالحكم ولا كيف؟ This is the actual essence of the Uber model. مبدا اوبر انه it's a technology نحن موفر لك اياها لتستعملها انت امتى ما بدك. فممكن انت تكون عم تستعملها اليوم وعم تستعملها لاي شيء ثاني، او هلا بهاي الساعه عم تستعمل اوبر، بالساعه اللي بعدها عم تستعمل اوبر ليالا تشتغل شغله ثانيه، ليالا تعمل تقضي غرض شخصي. فنحن it doesn't bother us at all. بالعكس this is what Uber is about. It's about providing flexible opportunities فرص عمل مرنه لما انت بدك تشتغل ولما ما بدك تشتغل. وبالعكس يعني نحن جزء من البلاتفورم تبع اوبر انه اي واحد فيه يشتغل عليه. فحتى شركات التاكسي فيهم يسجلوا السيارات تبعونهم كلهم على اوبر، ولما يكونوا سياراتهم ما عم تستغل يفتحوا التطبيق تبع اوبر ويستفيدوا من هذا الوقت. بدل ما تكون السيارات قاعده صافيه ما عم تعمل شيء بيستفيدوا من تطبيق اوبر بالساعات اللي هم عندهم داون تايم مثلا. في واحد حتى بعرفه انا يعني مش بعرفه انا طلعت معه، البي بيشتغل بالنهار الابن بيشتغل بالليل. مزبوط. مفتوحه هي يعني الواحد لما بده بيقدر يستفيد من هالتكنولوجيا، وهي حلاوتها انا برايي صراحه. نيكست بلانز بلبنان؟ لبنان ومنطقه العالم العربي ككل يعني. فيني احكي لك شغله انترستينج عن لبنان اكشلي، انه التكنولوجي تبعتنا بنحاول دائما نستفيد منها بطرق تلبي حاجات البلد اللي احنا موجودين فيها. فمثلا من قبل عملنا شغلات بتسلي مثل اوبر ايس كريم ومثل اوبر جينيريك، انك فيك تطلب ابوزه بتجيك على البيت بنهار معين. اتس ذا جلوبال ايس كريم دي باوبر. بهداك النهار اي واحد بيفتح الابلكيشن بيطلب بوزه بتيجي لعنده. بموسم الجرنك عملنا نفس الشيء. بعد اسبوع في انتخابات، هذا هو اللي بدنا نعمله ان شاء الله وقت الانتخابات، انه بتفتح الابلكيشن وبتاخذ رحله مجانيه على حساب اوبر. مجانيه تماما. أوكي. على حساب اوبر للمراكز الاقتراع. هيك صار عم بتبرطلني تروح انتخب يعني. لا بالعكس، احنا جزء بتكون مرشح جزء من مسؤوليتنا الاجتماعيه انه نحن نوفر للناس، لانه صراحه وقت الانتخابات اولا في ازمه سير كثير، وثانيا مراكز الاقتراع في حواليها كثير ازمه عجقه والواحد ما فيه يصف. فما في اريح من الواحد ياخذ اوبر ينزله بالضبط على مركز الاقتراع، ولما يخلص يطلب اوبر ويرجع بروح برجع بتروح ترجع. فهو يعني مشوارين، يعني مشوار رايح ببلاش، راوند تريب مجانيه. يس. حمدي طباع ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو لك، وبتمنى لكم التوفيق وبيست اوف لك باي تكنولوجيا بتطلع جديده. نحن ريدي تو سي. شكرا. شكرا لك، تشرفنا. شكرا. بستارت اب نيوز لليلة، الخبر الأول من فيسبوك. الاتحاد الأوروبي كان أعلن سلسلة قوانين لحماية الداتا للمواطنين الأوروبيين أو البرايفسي أكت، فسمي بالجي دي بي آر أو جنرال داتا بروتكشن ريجوليشنز. هلأ هالقوانين هيدي رح تدخل حيز التنفيذ ب 25 أيار من هذا الشهر طبعا، ولكن فيسبوك الظاهر أنهم عم بيتحدوا الاتحاد الأوروبي، إذ أعلنت التشيف برايفسي أوفيسر اسمه إيرين إيغن انه ابتداء من 25 شهر لما تدخل هالقوانين بالاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ رح تعطي لكل المواطنين الاوروبيين الخيار انهم يا اما يقبلوا بقوانين فيسبوك او ما يقبلوا. اذا ما قبلوا ما رح يكون عندهم فيسبوك او ما حيكون عندهم اكسس لفيسبوك. هذا الموضوع كثير مهم لانه عم بيثبت انه هون عندنا شركه عم تتحدى مش بس دوله بس مجموعه دول.
هون مارك زوكربيرج عم بيثبت للعالم انه الصين وروسيا كان معهم حق. بالصين فيسبوك ممنوعه، عندهم الفيسبوك تبعهم هن اسمه بايدو بالصيني طبعا، اما بروسيا مسموح الفيسبوك، ولكن ايضا عندهم بلاتفورم مماثله لفيسبوك بيستعملوها المواطنين الروس. فلما مارك زوكربيرج عم بيتحدى الاتحاد الاوروبي، هون يمكن الاتحاد الاوروبي يصير يمنع فيسبوك، وبالتالي يخلي او يحفز انه ناس اوروبيين يعملوا بلاتفورم مماثله لفيسبوك تابع على الاتحاد الاوروبي مثل الصين وروسيا. هلا كون انه ايرين ايجن هي يلي اعلنت هالشيء، هيدا تكتيك لزوكربيرج اللي دائما بيبعت ناس يعملوا تصريح بيرجع هو بيدخل وبيرخي او بيعتذر مثل ما عمل بالكونغرس الامريكي. والخبر الثاني هو لبناني. فابريك ايدي اللي كنا عملنا معهم مقابلة مؤخراً ربحوا جائزة ميلان للجلوبال سوشيال فنشر كومبيتيشن، وأخذ عمر عيتاني مؤسس فابريك ايد استحصل على 40,000 دولار كتمويل لمشروعه. من بين 19 دولة و19 ستارتاب هو قدر يربح هيدي الكومبيتيشن، فمبروك لعمر. What are the next steps for your startup? How will this prize support you? The $40,000 will be an extremely valuable resource for us because we are going to use them. Now we have a lot of clothes, and from this clothes we are going to shred them and make new furniture. So we needed the capital and we didn't have it. And thanks to JSVC, now we have it and we can start this project. What do you bring back with you of this JSVC experience? I bring back the relationships that I've created with a huge network of startups and organizers from all around the world. We learned so much, not only from the judges, but also from the competing startups. They all have amazing ideas. And I'm really excited to go back and reflect on what I learned so we can develop the startup even more. أعلنت شركة ألفا اللبنانية للموبايل أنه رح تبلش تيستينج على الـ 5G. كلنا بنعرف أنه الـ 5G رح يبلش ينزل بالـ 2019. أصلاً اليوم التليفونات ما بتتحمل 5G، ولكن الموديلات اللي حتبلش تنزل من 2019 بالرايح رح تكون 5G enabled. ولكن شركة ألفا أعلنت أنه رح تبلش تيستينج هلأ، ودعيت الصحافة لمشاهدة كيفية تشغيل الـ 5G وسرعتها. ولمحبي الايفون 10، كلنا بنعرف ان الايفون 10 الخاصيه الحلوه فيه هي الكاميرا تبعيته، ولكن اللي بيحبوا يتخصصوا بالتصوير عن طريق الايفون 10 صار في 2 تولز تيقدروا يزيدوا لينز على الايفون 10 ويقدروا يستعملوهم. واحد من شركه اسمها ستايلس، والثاني من شركه اسمها سويتش 6. رح نشوف هلا ستايلس ونرجع بنفرجيكم ديمو عن سويتش 6. هلا اللينس تبع سويتش 6. آخر خبر معنا لليلة هو سيارة كهربائية. سيارة بتشبه السمارت كار بس يمكن أصغر شوي. هلأ عم بيتم التمويل عليها على إنديغوغو اللي هي كراود فاندينج بلاتفورم،
وكانوا حاطين المؤسسين تبعها بلاتفورم لبدهم 20,000 دولار، استحوذوا على ال 20,000 دولار. خلونا نشوف بس هالسيارة كيف بتشبه سمارت كار، ولح يكون سعرها تقريبا بال 11,000 دولار. أما يلي هلأ بفوت على إنديغوغو وبيدعم الشركة بشوية فلوس، يعني بيعمل نوع من البري أوردر، فبيستحصل عليها بسعر 7,700 دولار. خليني أذكركم هون بقانون صدر بالدولة اللبنانية على أيام وزيرة المالية ريا الحسن، وقت اللي أصدرت قانون أنه كل السيارات الكهربائية بتدخل على لبنان من دون جمرك. وهذا كان كل شيء لليلة، نلقاكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد. إلى اللقاء.